لا هو اخر هو لا لا التغطية الاخرى تاع لا هو هذا تاع الجلفه ياك ايه بس ليس لا نعرفه 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 مليح مليح قد نسمع له شعر الشعبي ونقدوا للاخر لكن بدون انا مش تشخيص انا طبعا القضيه ما يهمش كشخص لكن فقط باش نذكره هو بماضيه انه اصلا باش دخل كنيابي فيما بعد وحطوه في الفلان وحطوه عطاو له منصب من بعد ولا يدي 40 مليون تاع البرلمان وجواز دبلوماسي وكذا جات من شويه نقد كان عمله مع ذلك انا في قضيه النقد انا نقول له باللي كان عندي جواز دبلوماسي ورميته له يعني كمثال المشكله هو اللي راه ماهوش قادر يفرق بيناتها هو انه نقد نظام حكم نقد الافراد نقد الاشخاص عندك سيدنا عمر يقوم له شخص أكثر روايات تقول خالد بن الوليد وهناك روايات تقول أخرى يقول له يقول له يقول اسمعوا واطيعوا يقول له والله لا سمع ولا طاع حتى تورينا منين جبت هذاك اللباس انت أطول منا وخذيت مثل القماش كيفاش خدمت هذيك القندورة ولا هذاك القميص عندنا سيدنا أبو بكر يقول إن أطعت الله فأطيعوني وإن عصيت فلا طاعة لكم علي يقوم له راجل يقول والله لو تعصي الله نقومك بالسيوف صحابة خلفاء راشدون لو كان بعد نبي لكان عمر يقول له نقوموك بالسيف أصحابه يقوموه بالسيف احنا بوتفليقة اللي فتح الأجوال الفرنسيس قاعد عندهم 88 يوم وزراء داخلين خارجين كل ويكان لفرنسا وزراء فرنسا جايين يديرونا برامج تربية وبرامج العدالة وبرامج جدارمية وبرامج البوليس وبرامج فرنسا تحتل الجزائر في غرف الجزائريين من كل شيء يصبح انتقاد سعداني وامثال سعداني اللي مهربين الملايير لفرنسا وغير فرنسا وبوشوار اللي كشفتها هذه واخر وثائق بنما وغيرها يصبح وكانه تهجم على الجزائر العكس هو الصحيح انتم مستفيدين ناهبين ولا تفهمون انكم تحطمون البلاد انتم لا تفهمون انتم عندكم عقليه الموت تاع التذكير تاع الكرواسون تاع الملكه اللي لما صار الفرنسيس قالوا لها الناس ما عندهمش الخبز قالوا معطوهم ياكلوا الكرواسون لانها عايشه كانت عايشه في مفهوم الملكيه انتم اليوم ما بين سيدي يحيى وما بين كلوب دي بان وما بين ارقى الاحياء في الجزائر العاصمه وفي غير الجزائر العاصمه فمنقطعين تماما مع الشعب الجزائري منقطعين تماما واي نقد لحاكم لوزير فاسد لرئيس فاسد لوالي فاسد لرئيس بلديه فاسد يصبح تهجم على الجزائر ويصبح قنبله للجزائر سنغافورة اللي جعطيناها مثال كانت باختصار بسيط اتجهت الاتجاه الصحيح وهو الاستثمار في التعليم وتركت خردة السلاح اللي اليوم تبعثر ملايير دولارات للروس وشراء ذمم الدول وغيرها والقضية تطول وتطول جدا لو طيب. ندخل فيها في تفكيرك يا طيب سيد مصطفى بن عطلة من الإرهاب يا أخي أنا الإرهاب ما قتلتش كل موضوعي والدم تاع الجزائريين يسير حقي نسكت اليوم ونكون موضوعي والدراهم تاع الجزائريين يتسرقوا والله إلا عندك الناس كانوا عايشين في بارك مارش عندهم دي فيلا أنا نتكلم على الموضوعية فقط ما كانش موضوعية خلاص لا با دو دوبجيكتيفيتي سي سي اون غار C'est une guerre. L'objectivité, c'est que vous êtes en train d'informer un public. Il faut. Je ne suis pas en train d'informer, monsieur. Nous sommes en train de débattre. Vous êtes en train d'informer. Vous êtes en train de défendre un corps. Je défends. Je suis désolé. Ma présence ici. Je porte mon vieux. Je m'en porte. Moi, je m'en porte. Vous êtes là où je peux, mais vous êtes sérieux ou quoi? Non, mais il y a des gens qui font leur travail. Ils ont le bras. Tant que tu as Mohamed, tu as Écoutez, monsieur. Qu'est-ce que le moudoui? On a rien de fait. دوك الطابله راح تكسرها كلها خليت تكسر الطابله تتكسر تتسقم الجزائر تكسرت واحد من سقمها الطابله تتكسر تتسقم الجزائر تكسرت واحد من سقمها دافع على موضوعي انا دافع على الجزائر الجزائر اسمعني اسمعني بابا مات على هذه البلاد خويا مات على هذه البلاد والجزائريين كلها ضيعوا عايشهم على هذه البلاد انا اليوم راني ندافع عليها شوف نقول لك يا اخي واذا قدرتك تدرب السلاح ضد الناس اللي وخذوا البلاد انا نقول لك عادي نقولها كلها وزيد هضرني على موضوعي الذي صدق فيه الجنرال المتقاعد خالد نزار وقال فيه الحقيقة وصفه للسياسيين بالمتخاذلين فلو لم يكن هؤلاء المتخاذلون حقا لما سمحوا لجنرال أهوج ومتطرف رفقة زمرة من الاستئصاليين المتطرفين أن يسرقوا البلد وأن يصادروا حاضره ومستقبله ثم يقومون برميه في جهنم بقرار رسمي رخيص
يتحمل الشاذلي للمسؤولية لأنه لم يفضح هؤلاء وفضل الصمت راضيا بإقالة مهينة، أو مثل ما قال شقيقه خليفة بن جديد في حوار الشروق اليوم، فضل ترك الرئاسة زاهدا فيها ومنهيا فترته بقراءة القرآن وأداء الصلاة. يتحمل أيت أحمد المسؤولية لأنه آثر أن يجمع الطرفين في سلة واحدة حين رفع شعار لا لدولة أصولية ولا لدولة بوليسية، بالرغم من تبينه فعلا أن ما قام به نزار وجماعته هو انقلاب مع سبق الإصرار والترصد. يتحمل محمد بوضياف المسؤولية لأنه سمح لهم بأن يخدعوه وأن يطوعوا تاريخه النضالي والثوري الطويل لصالح قرارهم الانقلابي. هم الذين لا يعرفون معنى التاريخ ولا يحتفظون بأي رصيد من النضال. يتحمل علي هارون المسؤولية لأنه غرر وظلل محمد بوضياف، ويتحمل مولود حمروش المسؤولية لأنه أراد أن يعقد صفقة على ظهر الشعب، ويتحمل الأفلان المسؤولية لأنه فرط في إرث نضالي طويل. كلهم يتحملون المسؤولية، العرب بالخير، محمد بتشين، أبو بكر بالقايد، ومحمد تويتي والجميع. يتحمل عباسي مدني وعبد القادر حشاني المسؤولية لأنهما سمح لعلي بالحاج أن يكون صوته المتطرف أعلى من صوت العقل والحكمة والاعتدال، فسمح لجنرالات السياسة قبل العسكر أو منحهم الفرصة للانقضاض على إرادة الشعب ومصادرة البلد في لمح البصر. تتحملون المسؤولية جميعا على من ماتوا ومن شردوا، وعلى من تيتموا ومن هاجروا ومن فقدوا ومن صدموا. عددهم 200,000 ربما أقل، عددهم 50,000 ربما أكثر. هل يهتم القتلة بعد الجثث بعد ضحيتهم الأولى؟ هل يبالي الطغاة بعدد الموتى الذين ركبوهم حتى يلامسوا قمة الدناءة؟ الله لا تربحكم، ضيعتم البلد لأزيد من 20 سنة وما زلتم حتى الآن تصرحون وتحاورون وتعقدون الندوات الصحفية. الله لا تربحكم، اتركوا الجزائر لمن يفهمها، فمن ماتوا بسببكم أعلى شأنا وأنظف من أن تلوثوهم مجددا. الله لا تربحكم، خلوا البلاد لمستقبلها، ألا يحق لهذا البلد أن يتنفس هواء نقيا؟ نلتقي بعد مرزين. خلينا نكملوا نشوفوا هادي. محمد مقدم قد اعذر من انذر لانه كما يقولوا خواتنا المصاروة والبادي واظلم، بادي واظلم. ابا مسيو رحماني، انا عندي واحد الاندوسي عليك كان مخبي من بكري، ما حبيتش نقلبها شخصيه عجز شخصيه، لكن نحب انير راي العام الجزائري حول من يكون هذا السيد المدير العام تاع النهار تي في، كيفاش سوبريبتيسمون ولا راجل عنده على بالكم يسكن راجل في كلاب دي بينس، اي يسكن في كلاب دي بينس وعندو لي بون دي كارت، هذوك اللي يديروا موسيلاسيون كما قطيطوش يعسوا عليه خاطرش هو ثاني يخاف من الشعب. ايبا كيفاش حل قالات النهار اللي جاتو الفلوس ما على بالناش. المهم السيد كان معروف في الخبر وفي الشروق بانه كان ابتزازي، يروح لواحد يقول له اسمع تعطيني الفلوس والله نخرج فيك. دارها العاشور عبد الرحمن، عاشور عبد الرحمن هذاك اللي دا 2000 مليار، قالوا اعطيني الفلوس دوك ما دوك انا نقوم لك بلافير، دالو شويه فلوس. دارها كذلك مع مدير الخدمات الجامعيه والمدير السابق لامن ولايه الجزائر، دارها معاه نحلوا الفلوس. دارها كذلك مع طونيك عطالو فيلا وسياره ويلي دار الجورنال تاعو تاع صرف الصحي، ومن بعد فاق به بلي ويهف نحاها له. ايه سي محمد هو يسكن في كلاب دي بينز هذا السيد هذا، ويخرج كذا ويخرج المقالات ويسب الرؤساء. لا بالك شكون يسب؟ سب علي كافي، باسكو علي كافي ضد بوتفليقوس الرابع، قال لهم غير ممكن بوتفليقوس الرابع الذي كان سراقا بالامس يصبح رئيسا مدى الحياه. سي محمد يسب فيه هو ساكن في الكلاب ديفيس، قال لهم هذا ساكن في كلاب ديفيس على ظهر الدوله، رئيس دوله سابق عنده الحق باش يسكن في كلاب ديفيس، بس انت ما عندكش الحق. وشوفوا السيد باش نقول لكم تريبل فيزاج، شوفوا واش كان يهدر في بوتفليقه. جو كروا كو بوتفليقه دو با باسي دير بريمي تور سي الفرق
cette fois-ci, je crois qu'il y a une menace réelle de la stabilité du pays, il y a une menace réelle de la sécurité du pays. C'est parce que les Algériens ne peuvent pas aujourd'hui donner chèque à blanc à un candidat qui fraude. Chef de Khati, ah oui, là, il ne suffit pas de l'éclat. Il dit que Bouteflika, c'est un fraudeur. Rachèche, il y a Rachèche dans l'intérêt. Et donc, il y a un fraudeur, il y a un fraudeur. Eh, c'est Mohamed. Je voulais vous dire que cette fille, عفى الله عما سلف ولا لا تزير وزيرة وزراء أخرى بس حنا كذبش كنا عندكم وتكونوا أور عالسي في تاع السيد هذا النهار تي في ليميتد سي محمد وعندنا النورو برايفت كومباني ليميتد وعندنا لاندريس سي محمد هذا لا كومباني باسم زوج من الناس النهار تي في ليميتد ريجستر نمبر دورمنت اكونت في 2013 واش معناها دورمنت اكونت رضا اشرحها لي راكدة اسمها شركة راكدة صافي دير ما تربح والو الفلوس صافي دير ماشي اسوسياسيون لله في سبيل الله احنا على بالنا من اللي بدات عندها الاشهار بزاف وعندها في كل دوار عندها مراسل لماذا باسكو المراسلين هذوك ما يجيبوش الاخبار السياسيه ولا يقصون اثر المال المير والوالي والمال العام لا لا يقول لهم دزوا لنا القتيله هذاك قتل خوه هذاك قتل بويو هذاك اغتصب هذاك تاوشو هذيك سرقه هذاك عنف باش الشعب الجزائري يكثر النهار غرب اللوط برك في كل دوار عندهم مراسل سي محمد عندهم 50 سائق تلاقيت واحد الجورناليست لهنا في لي زانجليز قالت لي عندنا 50 سائق عندهم 50 سائق حنايا عندنا 50 واحد يخدم في المغاربيه برك هما عندهم 50 في زوج قناتين عندنا 50 هما عندهم 50 شوفير منين دورما والقيمة تاع القناة هذه في الإنجليز مصرحينها 100 باوند 100 باوند قلتها بالجزائرية زوج ملايين إيه سي محمد وقالوا قالوا اسمه للضرائب الضرائب تاع الإنجليز وعرينا قالوا لهم باللي ما ربحنا والو وسينيوها في جويي 2014 يمكنكم أن تنزعوا البرنامج من اليوتيوب يمكنكم أن تنزعوا واش قالوا في الجورنال من الفيسبوك لكنكم لن تستطيعوا أبدا نزع الجورنال والمغاربية من قلوب الناس.